تزايد اهتمام الشباب في الشرق الأوسط بممارسة رياضة الألعاب الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، وفي منطقة الخليج يتنافس العديد من الشباب العربي لترك بصمتهم في المجال على المستوى العالمي. من ضمن هؤلاء الشباب فريق يلا إيسبورتس الذي تأسس عام 2016 ويتخذ من إمارة دبي مقراً له، والذي نجح في شق طريقه من فريق هواة إلى فريق محترفين بدوام كامل، واستطاع التأهل إلى 3 بطولات دولية. نحن نوفر الفرصة لجميع الموهوبين في الشرق الأوسط، مع أن الفريق مقره في دبي، لكننا نملك لاعبين من دبي والإمارات والسعودية ومن الشرق الأوسط ومن شمال إفريقيا. ومؤخراً استضافت دبي مهرجان إنسومنيا أو الأرق للألعاب الإلكترونية، وهو أكبر مهرجان لتلك الألعاب في المملكة المتحدة، وجاء ذلك في إطار جهود الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية من أجل توسيع الصناعة. وأشاد كولين ويبستر رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية بدبي باعتبارها مكاناً رائعاً لنمو ذلك المجال، قائلاً إن المدينة لديها الرغبة وتتوفر فيها البنية التحتية اللازمة لتزدهر كمركز للألعاب الإلكترونية. وعلى الرغم من افتقار الرياضات الإلكترونية للحركة نسبياً بالمقارنة مع غيرها من الألعاب الرياضية البدنية، يعتقد ويبستر أن ممارسي هذه الألعاب يتساوون مع الذين يمارسون ألعاباً مثل الرجبي والكريكت. وصف ممارس رياضة الألعاب الإلكترونية بالرياضي لا يمثل مشكلة على الإطلاق. أنا من خلفية رياضية، وعندما كنت أصغر سناً بكثير لم أرى أي اختلاف في الطريقة التي يستعد بها أي رياضي في الألعاب الإلكترونية لخوض منافسات أو التدرب. لا اختلاف سواء كان ممارساً للرياضة الإلكترونية أو كان سباحاً أو لاعب كريكت. ويحلم ويبستر بإضافة الرياضات الإلكترونية إلى الأولمبيات يوماً ما، واصفاً هذا الطموح بحلم الاتحاد المقدس.